السلام عليكم. كتير من الحالات بيسألوا يعني ايه هو التقويم؟ ما يعرفوش يعني ايه تقويم. التقويم هو تعديل وضعية الأسنان، تعديل وضعية الأسنان. طب ايه الأسباب لأن الحالات تحط فيها تقويم؟ أسباب اللي نحط فيها تقويم، معظم الحالات اللي بتيجي تقويم للتقويم لدكتور تقويم الأسنان بيجي عشان تعديل الشكل، وما ياخدوش بالهم إن ليها وظائف تانية كتير قوي تقويم الأسنان. تعديل الشكل دي أهم وظيفة بالنسبة للحالات. في حاجة تانية كتير قوي مش واخدين بالهم اللي هي تعديل وظيفة الأسنان. وظيفة الأسنان دي كزي المضغ الأسنان، ممكن حالة تبقى عندها مشكلة ناحية بتقفل كويس وناحية تانية ما بتقفلش كويس. وكمان تالت حاجة إن هي تعديل النطق. ممكن حالة تكون ما بتعرفش قفلت سنانها مش كويسة، فبالتالي مش بتنطق كويس، والمضغ رابع حاجة. طيب ايه انواع اجهزة الاسنان في تقويم الاسنان؟ في انواع اجهزة كتيرة، في منها الثابت وفي منها المتحرك. انواع الاجهزة المتحركة، في منها اللي هي مشهور قوي او اللي اتشهر الفترة الاخرانية قوي اللي هو التقويم المتحرك الشفاف، وده ليه حدود في التعامل في الحالات. يعني ممكن يتعامل في الحالات البسيطة للمتوسطة، لكن الحالات الصعبة او اللي بيبقى بتحتاج خلع او الحاجات زي دي ما بيقدرش يعالجها. التقويم الثاني الثابت المشهور قوي اللي هو المعدني او منه الشفاف برضو. طيب ايه افضلها؟ طبيب التقويم هو اللي يقدر يقول لحضرتك ايه اللي ينفع لحضرتك وايه اللي ما ينفعش وايه افضلها بالنسبة لحضرتك. ارجو ان حضرتك تكون استفدتوا بالحلقة دي النهاردة. شكرا جزيلا.